رسالتين من الشعب، رسالتين من الشعب، الجمعة الماضية والجمعة وهذه الجمعة. الشعب رئيس مزور جابوه العسكر ويا تبوني الكوكايين والله ما رانا حابسين. ما معناتها؟ ما معنى الشعب رئيس مزور جابوه العسكر؟ 57 سنة وهم يزورون، 57 سنة وهم يكذبون، 57 سنة وهم يمارسون مسرحية تجاه هذا الشعب، 57 سنة وهم يبذلون في حلول خاطئة لمشاكل صحيحة. اليوم الشعب يقول لهم حلولكم مرفوضة، تزويركم معروف، احتقاركم لنا مرفوض، نحن سنسير 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 حتى تسقطون. سوف نبذل كل جهد من أجل أن يسقط هذا النظام. وسقوط النظام لا يعني سقوط الدولة. نحن وطنيين نحب هذا الوطن، نحب وطننا، نحب الجزائر. إذا 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 إذا, إذا, إذا حتم الأمر أن نضحي من أجلها، سوف نضحي من أجلها دون أي تردد. ولكن 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 أنتم مطلوبون بسماع هذا الشعب، أنتم مطلوبون بالإتيان بالحل الصحيح للمشكل الحقيقي الذي هو يتمثل في مشكلة تتنحى وقاع. الشعب يسير ويمضي منذ 44 جمعة من أجل تتنحى وقاع، من أجل أن تطرق الكرسي، من أجل أن تكف عن الكذب. الكل شاهد البارحة أداء اليمين. أداء اليمين كان يشبه مؤتمر السوفييت سوبريم أو مؤتمر الأحزاب الشيوعية الوحدوية. لاحظنا وجود مناضلين وعسكر. ماذا يفعل العسكر داخل مؤتمر لتأدية يمين رئيس؟ هدفهم واضح، هم الذين نصبوا الرئيس وهم الذين قرروا أن يحضروا أداء يمين الرئيس. يعني حكم العسكر ما زال موجود. والشعب ماذا يطلب؟ يطلب دولة مدنية؟ ماذا يطلب؟ دولة مدنية؟ دولة مدنية؟ إذا كنا نطلب بدولة مدنية وليست عسكرية، ماذا يفعل العسكر داخل مؤتمر أداء اليمين؟ لماذا نصب العسكر هذا الرئيس؟ لماذا صور الانتخابات؟ لماذا العسكر ينتخب في الصباح وينتخب في المساء لكي يخرج نسبة معقولة للمشاركة؟ والكل يعلم في الجزائر أن نسبة المشاركة لم تتعدى 5%. ينتخبون في الصباح، عندهم 10 في الصباح و10 في المساء لكي يضخمون نسبة المشاركة. الشعب يقول لهم فاقوا، الله أكبر رئيس مزور، الله أكبر رئيس مزور، الله أكبر رئيس مزور. الشعب يمضي لماذا؟ لبلاد بلادنا؟ لبلاد بلادنا؟ الشعب يقرر ويؤدي اليمين، اليوم يؤدي اليمين، يؤدي يمين رسمي بأنه سوف يواصل النضال، سوف يواصل المسيرات حتى يسقط هذا النظام وحتى تعود البلاد بلادنا ونديروا رأينا، حتى يكون لنا الرأي، حتى يعود الرأي إلى ويناضل، وسوف يناضل حتى تكون مدنية، حتى تكون مدنية، حتى ما يكون مدنية. الشعب يقول أن العسكر لا يجب أن يتصرف في الحكم، العسكر لا يجب أن يشارك في العسكر في الحكم. المادة 28 من دستورهم تقول أن هدفه ووظيفتهم الدفاع عن الحدود، وليس التزوير، وليس التنصيب تاع الدراع للرؤساء، ليس التنصيب تاع الدراع أو سجن الناس تاع الدراع. الشعب يناضل من أجل رحيلهم من الحكم، الشعب يناضل من أجل رحيلهم من الحكم. باسم ماذا؟ بشعار ماذا تتنحوا؟ قاع. تتنحوا قاع. قاع. تتنحوا قاع. انصرفوا. شكرا.